ينضم إلينا من دبي أحمد سمير المدير العام في مجلس صناعات الطاقة النظيفة، وينضم إلينا أيضا من غلاسكو مايكل واتسون رئيس استشارات المناخ والاستدامة في بنسنت ميسنز. أهلا بكما. يعني السؤال أطرحه لكليكما، ولكنني سأبدأ مع الأستاذ أحمد. بداية، برأيك كيف سيتعامل القادة السياسيون مع الاحتباس الحراري في مقابل أزمة الطاقة التي يمر بها العالم بشكل واضح؟ مساء الخير، اولا شكرا على الاستضافه. خلينا بس نوضح ان كوب 26، يعني في قبل حصل 25 كوب على 25 سنه متتاليه، وللاسف حتى الان ما زلنا بعد 25 سنه ما زلنا بنسكس نفس او بنناقش نفس المشاكل، وهو التغير المناخ وايه الحلول المقترحه او اللي احنا نقدر نواجه تغير المناخ. فمن الواضح ان في تخاذل او في تباطؤ من ناحيه الدول على مدى ال 25 سنه اللي فاتوا. فنامل زي ما حضرتك تفضلتي رئيس الكوب قال بشكل واضح ان دي الفرصه الاخيره، وده خلاص احنا بدانا نشوف تبعات او اثار التغير المناخي بشكل واضح جدا على الدول بشكل عنيف جدا، وعلى بالذات الفترات اللي فاتت بدانا نشوف هيت ويفز او موجات حراريه قويه في بعض الدول. بعض الدول بدات اجزاء منها تختفي، فبدا التبعات ده تبقى بشكل واضح جدا. فاحنا بنبدا مع كوب، ولكن في نفس الوقت السبيشال او الخاص بالكوب ده تحديدا كمان ان احنا راجعين من تعافي من ازمه جلوبال بانديميك او الكوفيد 19، فكل الدول اللي بتركز على ازاي ان احنا الاقتصاد بتاعنا يقدر يتعافى. ففي نفس الوقت في لحد ما مين هنركز عليه بشكل اكبر، وده زي ما حضرتك تفضلت قمه ال 20 وضحت ان في تركيز اكتر على التعافي الاقتصادي، في تركيز اقل الى حد ما على مواجهه تغير المناخ بسياسات واضحه جدا والتزامات اوضح. في نفس الوقت جايين من مرحله ان الدول الناميه بتشوف ان ده وقت ان احنا محتاجين نركز على النمو بتاعنا، وبالتالي بيحطوا جزء من ينظروا ان هو احنا ليه بندفع ثمن النمو بتاع الدول المتقدمه. ففي بعض الحاجات المعقده ان اعتقد ان الاهم. دعني أتوجه بالسؤال إلى السيد مايكل واتسون الذي ينضم إلينا من غلاسكو أيضا في هذا الإطار. يعني رئيس قمة الكوب 26 يقول بأنها الفرصة الأخيرة للمعالجة، أيضا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتحدث عن يقول بأنه سيقوم بدق ناقوس الخطر، ولكن في نفس الوقت بريطانيا لديها أزمة طاقة وتحاول معالجتها، وفي هذا الإطار أزمة الطاقة منتشرة في كل العالم اليوم. كيف يمكن حل هذه الأزمة والالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية؟ شكرا على استضافتي. نعم، وبكل تأكيد مع اجتماع القادة في غلاسكو من حولنا، الأمر الأساسي لهذا المؤتمر هو أنه سوف يحدد كيف سنسرع التحول إلى الطاقة النظيفة في إطار السعي لمواجهة التغير المناخي. اتفاق باريس حدد الخطة العامة، وغلاسكو كوب 26 سوف يحدد الإجراءات الفعلية، وإحدى نتائج هذه القمة هي تعزيز التزام الدول في العالم بمعالجة وتسريع وتيرة التعامل مع التغير المناخي. ولكن ألم يكن البيان أستاذ مايكل، ألم يكن البيان الختامي نوعا ما مخيبا للأمال بموضوع المناخ؟ نعم، هذا صحيح. نحن انتقلنا إلى كوب 26 لتسريع المفاوضات التي تحصل بجانبي حاليا من أجل وضع التزامات وخطط محددة، ولدينا فترة أسبوعان في غاية الأهمية حاليا. طيب أحمد من دبي أيضا سأسألك، هناك أهداف وضعتها الكوب 26 منها تأمين صافي انبعاثات صفرية في حلول منتصف القرن، أيضا التكيف لحماية مجتمعات والموارد الطبيعية، وأيضا حشد التمويل. هل برأيك سنتمكن في ختام كوب 26 أن نصل إلى اتفاق لحشد تمويل على الأقل؟ زي ما حضرتك تفضلتي في نفس البيان في الجلسه الافتتاحيه، رئيس كوب قال ان
تغير المناخ مش هيحلوا قمة واحدة زي ما قمة العشرين لم رجعنا لحد ما مخذولين مفيش أهداف واضحة. فقال لا أتخيل أن الكوب وحده هيحل الموضوع، لازم دائما اللي بيحصل أن بعد لما القادة يطلعوا من كوب الاستراتيجيات الواضحة والرود ماب أو الخريطة الطريق اللي هيحطوها علشان فعلا نوصل لوضع حلول عملية يتم الالتزام بها. شفنا في المنطقة بتاعتنا سواء الإمارات الالتزام بالصافي صفر الكربون ب 2050، السعودية 2060، وحتى الآن برضو لا زال الدول لابد أن توفر استراتيجية واضحة أو خريطة طريق إزاي هيتم التوصل للأهداف دي. فأنا أتخيل أن زي ما اللي حصل أن دائما الدول بتنافس على مين بيكون الرقم واحد سواء اقتصاديا أو في المجالات المختلفة، ولكن لما بيكون في أزمة عالمية زي ما حصل في كوفيد 19 بيبدأ كله لأ بيبص على إزاي كل ننجو بالوضع الحالي، بعدين نبقى نشوف بعد كده مين اللي هينافس. فأتخيل ان احنا في ازمه اكبر جدا من كوفيد 19، محتاج كله يركز ان احنا ازاي هننجو بالكوكب اللي احنا عايشين عليه، وبعدين تبدا الدول تدخل تاني في جو في نظام التنافسيه الاقتصاد العالمي المبني عليه. فتاني انا اتخيل الاستثمار او وضع استثمار واضح من قبل الدول، يقال ان بعض الدراسات اللي احنا محتاجين تقريبا تريليون دولار علشان نوصل ان كل نوصل 1.5 درجه سيليزيوس من الاستثمار في المشروعات المختلفه، وبعد البساطه بتقول اكتر من كده كمان. عشان نوصل في ده فلازم الدول الاقتصاد الكبرى تقوم بدعم او بوضع استثمار اكبر بكتير من المعلن عنه حتى الان. طيب مايكل، أعتقد يعني أنه تم الإجماع من قبل جميع قادة العالم في الفترة الأخيرة بأن هذا هو أهم موضوع يجب التحدث عنه، أهم موضوع التغير المناخي ومحاولة الحفاظ على كوكب الأرض في 50 عام المقبلة ربما هي الأولويات. ولكننا رأينا بأن هناك نوعا ما يعني يمشون خطوتين إلى الأمام وخطوة إلى الوراء. هذه الخطوتين إلى الأمام كيف يمكن دفعها لكي تصبح أسرع، لكي يتم تسريع التعامل مع مشاكل التغير المناخي؟ Well, I think that the signpost there, and I agree with the point. أنا أتفق مع ضيفكم أن كوب 26 هو ليس الحل، لكنه سيوفر إرشادا أفضل لتسريع وتيرة التغيير. وما رأيناه حتى الآن هو أن نشاطا كثيرا وكبيرا من الشركات والمستثمرين بسبب الضغط من المساهمين الذين يريدون التغيير مواقف الشركات لتخفيف انبعاثات الكربون، وهذا التفاعل من المستثمرين والمساهمين سيتزايد وسيتضح أكثر ما هو مطلوب، وهناك دور للجميع بما في ذلك المستثمرون لتغيير وتيرة التغيير، وهذا الأمر سينجم عن التشريعات الصادرة عن كوب 26 وأيضا سينتج عن الضغوط التي سيمارسها الممارسون والمستثمرون على هامش المؤتمر. أنا أتفق تماما مع النقطة التي قيلت فيما يتعلق بدور العالم النامي، وهذا أمر نأمل أن يتعزز خلال المؤتمر بحيث يكون هناك دعم أكبر للاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية بما يزيد من حجم المساهمات في تخفيض الانبعاثات الكربونية في هذا الوقت المهم. فهناك ذكر للجائحة، وبالتالي التغير المناخي هو أيضا أمر مهم جدا وعملية مهمة جدا وتحتاج إلى جهود عالمية تعاونية منسقة يمكن أن تنجم عن هذا النوع من المؤتمرات والمناسبات. على كل الجائحة في التاريخ الحديث يعني تتكرر كل 100 عام، نتحدث اليوم عن كوب 26 الذي ذكر ضيفنا أحمد في البداية بأن هذه ليست أول مرة، كان هناك 25 قمة سبقتها. التوقعات من الكوب 26، أعود إليك أحمد، أن يتم وضع اللمسات الأخيرة على كتاب قواعد باريس ليتم جعل اتفاق باريس ساريا، هل تتوقع بأنه فعلا سيكون هناك، يعني نعود ونسأل، هل سنرى خطوات تنفيذية خلال أو في نهاية في ختام كوب 26؟
اتوقع ان هيكون في بعض الاعلانات من النهارده في نفس اليوم الكونجرس الامريكي بيتم التصويت على الانفراستراكشر بيل او الميزانيه البنيه التحتيه اللي فيه مشاريع كتير منها بتدعم الطاقه النظيفه. فاعتقد ان اتمنى ان النهارده يكون في بعض الاعلانات من الدول الكبيره. للاسف في دول زي روسيا هتكون الرئيس بوتين هيكون غائب عن كوب 26، فبس اتخيل معظم الدول بيتم الاعلان عن اهداف معينه، ولكن لا اتخيل ان هيتم الاعلان عن خريطه الطريق لكل دول ازاي هنوصل لده. وده برضه اللي افتقدناه في قمه العشرين، لم يتم الاعلان عن تواريخ واضحه حتى لما اتفقوا على الحد من نسبه الميثان، لم يتم برضه الاتفاق على تاريخ واضح، وده للاسف يدل الى في لحد ما مش عارف هل هو نقص الدراسات او عدم جديه، ولكن محتاجين نشوف تاريخ او تايم لاين واضح لتنفيذ الاهداف. فأتمنى أن حتى لو مش ده مش هيحصل بانتهاء كوب، يحصل في الأيام اللي بعد كوب بعد ما يتم الدراسة مع الحكومات الداخلية في الدول المختلفة. دعني أذهب إلى مايكل أحمد، دعني أذهب إلى مايكل، كلنا نتمنى. دعني أذهب إلى مايكل بسؤال أيضا تعليق منه حول الحضور الضعيف لكل من روسيا والصين في قمة المناخ القائمة حاليا. يعني هناك حضور ولكن يبدو أن الالتزام أو كأن البلدين أخذت خطوة إلى الوراء، ما رأيك؟ سبب تأجيل هذه القمة هو كان تشجيع أكبر عدد ممكن من القادة للحضور شخصيا، وتم تأجيل القمة لعام على أساس تشجيع الجميع للحضور والتفاوض والتوصل إلى نتائج ملموسة، وهذا أمر مقلق أن مؤتمر كوب 26 يبدأ. ولكن أيضا في المقابل هناك حوار يجري حاليا بين الدول الحاضرة، ونأمل أن يكون الجميع مشاركين في التوصل إلى نتيجة، ونأمل أن تشارك جميع الدول في المستقبل في هذه القمة وأمثالها من أجل إحراز تقدم. وبالتالي غياب هذه الدول هو أمر مقلق يجب أن نراقبه باهتمام. مايكل، أيضا تعمل رئاسة القمة على من أجل تسريع الانتقال من الفحم إلى الطاقة النظيفة، ولكن في نفس الوقت هناك عودة إلى الفحم داخل المملكة المتحدة في الفترة الأخيرة بسبب مشكلة الطاقة، كيف تعلق على ذلك أيضا؟ بوريس جونسون علق على هذا الأمر اليوم، وتحديدا بخصوص الفحم. قال أن هناك ابتعادا عن الفحم بشكل مفهوم من جميع الدول، وهذا الأمر سيتسارع. طيب أحمد، أيضا تعمل الرئاسة رئاسة كوب 26 على تسريع الانتقال إلى مركبات ذات انبعاثات صفرية، برأيك متى يمكن الوصول وما حجم الالتزام، متى يمكن الوصول إلى مركبات 100% ذات انبعاثات صفرية في العالم، وما حجم الالتزام الذي نتوقعه أو نحتاجه من عدة دول لا سيما الدول الكبرى للوصول إلى هذا الهدف؟ اعتقد احنا شفنا زي ما في دول زي النرويج وفي المملكه المتحده ان المحرك الاساسي بيبدا من السياسات سواء من المناطق اللي بيسموها لو اميشن زونز او زيرو اميشن زونز، المناطق الخاليه من الانبعاثات او قليله الانبعاثات، بحيث القوانين بتحد من استهلاك سيارات معينه في مناطق معينه، وده بيضطر بيشجع الناس ان انا تلجا للحلول البديله سواء المواصلات العامه او السيارات الكهربائيه. فاتخيل دلوقتي احنا عندنا حلول مختلفه، محتاجين نشوف ما أكثر في وسائل الطاقة، وسائل التنقل المستدام زي المواصلات العامة، سواء المشي، تشجيع بناء البنية التحتية لتحث الناس على أنها تمشي تستخدم وسائل النقل الخفيف. في نفس الوقت محتاجين نشوف استثمار أكثر في الإلكتريك فيكلز وتشجيع السيارات الكهربائية. بس علشان ده يحصل في برضه مرحلة ترانزيشن، في مرحلة تنقل لأن أنت يكون في السيارات كلها كهربائية، فهنا بيجي الاستثمار في وسائل الوقود البديل زي حاجة بتسمى سينثيتك
الفيودز او الوقود الصناعي، ازاي ده في تكنولوجيا دلوقتي ده بتسمح بيه وموجود بشكل اقتصاديا اغلى شويه، ولكن محتاج احنا بنشوف سبسيديز او دعم للفوسيل فيولز او الوقود العشوائي، فمحتاجين نشوف دعم للسينثيتك فيولز او الوقود الصناعي، وهو وقود بشكل مبسط جدا، نفس الوقود اللي احنا بنستخدمه في السيارات الحاليه، ولكن عمليه انتاجه بتكون من خلال استخدام وسائل الطاقه النظيفه. نعم، أثبتت الفترة الأخيرة بأن أزمة أو الفترة الأخيرة بأزمة الطاقة أن الطاقة المتجددة بعد ما زال أمامها الكثير لكي تتمكن من تغطية النقص في الطاقة. في هذه الحالة كيف سيتم التعامل؟ احنا محتاجين نشوف تدخل الحكومه. احنا بدون دعم للتكنولوجيا الطاقه المتجدده في البدايه المرحله اضطر لمقاطعتك لان تبدا في هذه اللحظات احداث القمه. سننتقل الى غلاسكو لنقل كلمه رئيس الوزراء البريطاني ضمن فعاليات الجلسه الافتتاحيه لقمه المناخ. device desperately trying to work out which colored wire to pull to turn it off while a red digital clock ticks down remorselessly to a detonation that will end human life as we know it and we are in roughly the same position نحن في الموقع ذاته نحن في موقع مشابه لموقع جيمس بوند لكن المأساة تكمن في أننا لسنا في فيلم وجهاز يوم القيامة وجهاز حقيقي والساعة تدق على إيقاع الأفران والمحركات ونحن بموجبها نضخ الكربون في الهواء بوتيرة أسرع وأسرع وبأرقام قياسية ونلوث الكوكب ونلفه ب ثاني أكسيد الكربون وبالتالي ما يحصل في هذا الكوكب هو من صنع الإنسان ونعلم ما يقوله العلماء ونحن تعلمنا ألا نتجاهل كلامهم. إذا ارتفعت الحرارة درجتين مئويتين فإن محاصيل الغذاء سوف تقل بثلاثة درجات، سوف نجد حرائق وأعاصير بمقدار الضعف وخمسة أضعاف الجفاف وستة أضعاف موجات الحرارة، أربعة درجات مئوية من الزيادة وسنودع مدنا بأكملها، مدن مثل ميامي والإسكندرية وشنغهاي أو ستضيع تحت الأمواج، وكلما فشلنا في التحرك فإن الوضع يصبح أسوأ ويصبح الثمن أعلى عندما تجبرنا الكوارث على التحرك لأن الإنسانية تجاهلت التغير المناخي ونحن على بعد دقيقة من يوم القيامة هذا ولابد من التحرك الآن، وإذا لم نكن جديين في التعامل مع التغير المناخي اليوم فسيكون الوقت قد فاتنا لنا ولأطفالنا غدا. أنا كنت مع العديد منكم في كوبنهاغن قبل 11 عاما عندما اعترفنا بوجود مشكلة، كنت في باريس قبل 6 سنوات عندما اتفقنا على الحياد الكربوني ومحاولة تقييد ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى درجة ونصف الدرجة المئوية فقط. كل هذه الوعود لن تعني شيئا ولن تكون إلا كلام في كلام، والغضب الذي نراه في العالم سيكون غير قابل للاحتواء ما لم نحول هذه القمة في غلاسكو إلى لحظة تحرك حقيقي في مواجهة التغير المناخي، ونحن نستطيع فعل ذلك، نستطيع التصرف بشكل حقيقي في مجال الأشجار والفحم، لدينا التكنولوجيا لفك هذا الجهاز الذي سيفجر العالم، ربما ليس دفعة واحدة، ربما فات الأوان على ذلك، لكن يمكن خطوة بخطوة وبقدر أكبر من الكفاءة والسرعة يمكن أن نبدأ بإغلاق
الملايين من هذه المعامل الملوثة في العالم. نستطيع التخارج من استعمال السيارات التي تعتمد على محرك الاحتراق الداخلي بحلول 2035. نحن ننهي مبيعات هذه السيارات بحلول 2035. يمكن وقف محطات الكهرباء التي تعمل على الفحم بحلول 2040 في العالم نامي في 2040 وفي 2030 في دول متقدمة. ونستطيع زراعة تريليونات الأشجار. الأمر ليس صعبا من الناحية التكنولوجية، ويمكن أن نعكس مسار اختفاء الغابات، ليس فقط لأن هذا الأمر شيء لطيف، ولكن لأن هذا هو السبيل الذي يسمح لنا باستعادة التوازن في الطبيعة وإصلاح مشكلة الكربون في الهواء. إذا نظرنا إلى الثورة الخضراء المطلوبة في أنحاء العالم، نحن في العالم المتقدم يجب أن نعترف بمسؤوليتنا الخاصة عن مساعدة الجميع في إنجاز المهمة، لأننا هنا في غلاسكو قبل 250 عاماً جيمس وات هو الذي اخترع الآلة التي تعمل على البخار والتي انتجت باحتراق الفحم. نحن نقلناكم إلى المكان الذي بدأت فيه آلة تفجير العالم بالعمل. وحتى قبل 200 عام الدول الصناعية كانت تجهل تماماً المشكلة التي تخلقها، والآن واجبنا يتمثل في العثور على الأموال. 100 مليار دولار سنوياً وعدت في باريس بحلول 2020، لكن لن تقدم إلا في 2023 لمساعدة بقية العالم لانتقال إلى التكنولوجيا الخضراء. نحن لن ننجح من خلال الإنفاق الحكومي لوحده، فنحن هنا نستطيع صرف مئات المليارات، لكن السؤال هو أن السوق لديها مئات التريليونات، والمهمة الآن هي أن نعمل معا للمساعدة لنساعد أصدقائنا باستعمال الأموال المتاحة وبالعمل مع جميع البنوك المتعددة الأطراف لنتمكن في الدول الأساسية التي يجب أن نحرز تقدما فيها أن نتمكن من العمل معا لتحديد المشاريع التي يمكن أن تساعد في التقليل من المخاطر لكي تستثمر أموال القطاع الخاص، تماما كما كان القطاع الخاص هو الذي مكن المملكة المتحدة من إنهاء الاعتماد على الفحم لنصبح المملكة العربية السعودية من حيث إنتاج الرياح، إذا جاز التشبيه. يمكن أن نعثر على الأموال، والسؤال المطروح علينا جميعا هو إذا ما كانت لدينا الإرادة. وعندما أنظر إلى هذه نحن جميعا نتحدث عما سنفعله في 2050 أو 2060. لا أعتقد أن الشباب لا ينتبهون إلينا، هم يراقبوننا. نصف سكان العالم هم دون 30 من العمر. متوسط عمر قادة العالم هو أكثر من 60 سنة. أنا أريد أن أكون على قيد الحياة في 2060، سيكون عمري 94 عاما، حتى لو لم أكن في مكتب رئيس وزراء بريطانيا، لكن أطفالنا الذين سيحكمون على أفعالنا هم من لم يولدوا بعد، وأطفالهم أيضا. ونحن في مركز الأحداث أمام جمهور ضخم، ولا يجب أن نهرب من المواجهة، لأننا إذا فشلنا فإنهم لن يسامحوننا. هم سيعلمون أن غلاسكو كانت نقطة التحول التاريخي التي فشل التاريخ فيها. سيحكمون علينا بشيء من المرارة، وسوف يكونون على حق. COP 26 لن يكون نهاية المطاف فيما يتعلق بالتعامل مع التغير المناخي. وحتى لو وضعنا التزامات ملزمة لتحقيق إجراءات ملموسة، بعد أسبوعين من الآن تتزايد الكميات الدخان في المصانع،
والأبقار سوف تظل تطلق الانبعاثات الكربونية، والسيارات التي تعمل على البترول والمازوت ستظل تكتظ في الشوارع في المدن. ليس هناك مؤتمر واحد يستطيع أن يغير هذا الواقع. إذا كانت القمم لوحدها تحل مشاكل المناخ لما كنا بحاجة إلى 25 قمة لنصل إلى قمة اليوم. صحيح أن كوب 26 هذا الاجتماع لن يكون نهاية للتغير المناخي، لكنه يجب أن يمثل بداية النهاية. في السنوات التي مرت منذ قمة باريس للمناخ، العالم بذل جهدا كبيرا لبناء قارب لإنقاذ الإنسانية، والآن هو الوقت المناسب لدفع هذا القارب نحو المياه لكي نتجه إلى تحقيق هدف 1.5% كحد أقصى ارتفاع درجة حرارة الأرض، وللوصول إلى مستقبل أكثر اخضرارا. في الأيام المقبلة دعونا نكرس وقتنا لإنجاز هذه المهمة. فنحن لن نستمر فقط في برنامج الثورة الخضراء التي تؤدي إلى تكوين مئات ملايين الوظائف في قطاع التكنولوجيا والطاقة والتمضي باقتصادنا قدما. دعونا أيضا ننقذ كوكبنا وطريقة حياتنا. وعندما نعمل دعونا نفكر بالمليارات الذين يراقبوننا في أنحاء العالم من الشباب، ولنفكر بمليارات الأشخاص الذين لم يولدوا بعد وسيكونون أكثر غضبا لو فشلنا. لا نستطيع أن نخذلهم. لدينا الأفكار ولدينا التكنولوجيا ولدينا المصرفيون والشركات والمنظمات غير الحكومية والمترجمون وقاعة الاجتماعات، ولدينا قطاع الضيافة، ولدينا غلاسكو المدينة الرائعة. قد لا نشعر مثل جيمس بوند، ونحن ربما لا نشبه جيمس بوند، لكن لدينا فرصة ولدينا واجب لجعل هذه القمة اللحظة التي تمكنت فيها الإنسانية بدأت أخيراً من نزع فتيل القنبلة وإطلاق الرحلة لمواجهة التغير المناخي وعكس مسار الأمور. نعم سيكون الأمر صعبا، لكن نعم نستطيع أن ننجز المهمة. إذن دعونا نعمل بكل الإبداع والخيال والإرادة التي لدينا. شكرا جزيلا لكم وحظا طيبا لنا جميعا. إذن كانت هذه كلمة بوريس جونسون في افتتاح قمة المناخ القائمة حاليا في غلاسكو كوب 26. تحدث منذ بداية الكلمة عن أن التغير في حال وصول التغير المناخي إلى 4 درجات قد نفقد مدن في العالم مثل ميامي، الإسكندرية، وشنغهاي. المشكلة بأن الكوارث هي التي أجبرتنا على ذلك، والهدف هو فقط أن نتمكن من حصر التغير المناخي بدرجة ونصف مئوية في من هنا وحتى 2050. كل هذه الوعود في حال لم نتمكن من ذلك ستكون كلام في كلام. يجب، قال أكثر من مرة، أن نحول هذه القمة في غلاسكو إلى قرار حقيقي، والبدء مثلا بإغلاق الكثير الملايين من المصانع، التحول إلى السيارات الكهربائية والتخلي عن سيارات البنزين بحلول عام 2035، محطات التقليل من محطات الكهرباء الفحم والتخلي عنها نهائيا، العاملة بالفحم والتخلي عنها نهائيا في عام 2040. دعونا إضافة إلى ذلك قال بأن قمة غلاسكو لا يجب أن تكون النهاية، يجب أن تكون بداية نهاية التغير المناخي. نعود بعد هذا إلى أحمد سمير المدير العام في مجلس صناعات الطاقة النظيفة، وأيضا ضيفي من غلاسكو مايكل واتسون. ولكن دعني أبدأ معك أحمد سمير وتعليقك على كلمة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في افتتاح القمة. كلمة محمسة كعادة
بوريس جونسون. اعتقد في نقط كتير جدا حضرتك ذكرتيها مهمه، في احساس واضح جدا بالمسؤوليه فيلقي على نفسه او على المملكه المتحده وعلى القاده الحاضرين المسؤوليه ان القمه 26 الذي يتم فيها وضع استراتيجيات واضحه جدا واخذ قرارات واضحه جدا، تم التركيز جدا على ضيق الوقت ان احنا خلاص قنبله موقوده فلازم يتم نزع فتيل القنبله، لازم يتم انقاذ القنبله قبل ما يتم نزع فتيلها، ففي تركيز واضح جدا على مدى خطر الموضوع، ففي واضح ان في سنس اوف اورجنسي او اهميه صعوبه الموضوع. تركيز تم ذكر اكثر من مره انه كوب 26 مش هيكون الحل النهائي، فلازم بعد الكوب يكون في استراتيجيات واضحه، فتم ذكرها اكثر من مره. والنقطه المهمه جدا اهميه دعم الدول الغنيه للدول الفقيره في عمليه التحول. اعتقد ان النقطه الاساسيه بالاضافه لحضرتك ذكرتيها. ما معنا كثير وقت، فدعني اذهب الى مايكل واتسون رئيس استشارات المناخ والاستدامه الذي معنا من غلاسكو ليعلق. يبدو أننا فقدنا الاتصال معه، إذا نعود إلى أحمد. معلش اسمح لي نكمل كلامك لو سمحت. نتحدث عن أن نزع فتيل القنبلة وبداية الرحلة للتغير المناخي أو لتوقيف لوقف التغير المناخي. بالضبط النقطة اللي كنت بتكلم فيها أنه دعم الدول الغنية للدول الفقيرة لعملية التحول. تم ذكر $100 مليار اللي محتاجينهم علشان يتم الدعم للتحول عشان نوصل ل 1.5 درجة سيليزية، واعتقد ان ده محتاجين نشوف النهارده بروجرامز واضحه او برامج واضحه لازاي هيتم اليات الدعم من الدول الغنيه، هل ده هيتم من انشاء صناديق دعم معينه؟ تم ذكر قبل كده ان من خلال بنوك التنميه في الدول المختلفه هيتم تخصيص ميزانيات واضحه لدعم الدول الفقيره انها في مشروعات الطاقه النظيفه. تم زي ما حضرتك تفضلتي التركيز كويس جدا على الطاقه النظيفه. اعتقد النقطه اللي تم فقدانها هنا التركيز برضه على الميتيجيشن او الادابتيشن، انا اسف، ازاي يتم التاقلم او سياسات التاقلم مع تغيرات المناخ ودعم البرامج او المشروعات اللي بتواجه التاقلم التغير المناخ. في تركيز قوي على التنقل السيارات اللي بتقوم بالوقود الاحفوري، في تركيز قوي على الدايفرسيفايد رينيوبل انرجي بورتفوليو، ازاي احنا ممكن نبص على طاقه الرياح طاقه الشمسيه وغيرها. فاعتقد الخطاب في مجمله محمس، فاتمنى ان احنا نشوف ان شاء الله، يعني نحن بانتظار ان نرى ماذا سينتج عن الدول خلال اليوم. شكرا لك أحمد سمير المدير العام في مجلس صناعات الطاقة النظيفة، كنت معنا من دبي، وطبعا أشكر ضيفي مايكل واتسون الذي كان ينضم إلينا من غلاسكو. بهذا مع نهاية